انتظار، انتظار دام أربع سنوات. اليوم نبدأ وإياكم بطولة جديدة، مباراة الافتتاح لأكبر حدث رياضي على مستوى العالم، كأس العالمي الذي يجمع منتخبات من كل قارة في العالم، بطولة توحد الشعوب، الكل يتابعها، بطولة تخطف الأضواء، تأسر القلوب عشاق كرة القدم، بطولة يحلم أن يشارك فيها كل لاعب، الجميع يريد أن يترك بصمة في هذه البطولة الكبيرة. هذه الأجواء الرائعة، المشاهد الغير عادية نشاهدها أمامنا في ملعب دراغاو، واحد من أبرز الملاعب الأوروبية. نستمع وإياكم الآن إلى النشيد الوطني الهولندي. نتجه الآن إلى النشيد الوطني الآخر. And now, lining up for Senegal, number 5, Kalidou Koulibaly. Number 2, Kounde Sow. Number 13, Idrissa Gueye. Number 8, Kouyaté. وركلة البداية، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، ينجح في لعب كرة، هدف هولندي، ويسجلون الهدف الافتتاحي. عرضية جميلة، رأسية أجمل، هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. ساديو ماني، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عينه، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. روتمان، تحرك جميل، اندفاع إلى الأمام، محاولة خطيرة، مرت الكرة بشكل جميل، والكرة بعد ذلك فيها تسلل.
يلعب كرة على اليسار وحاول للعب تمريرة طويلة لكن ضائعة هذه الكرة. فان دايك كرة طولية في اتجاه روميز، كرة خطيرة على اليسار عند مساحة خالية على الطرف، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعب كرة على اليسار ماني، يغير اتجاه اللاعب على الجناح روميز. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. ساديو ماني قد تكون هذه فرصته، يلعب عرضية داخل 18، يلعب وتمنعها العارضة، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. يلعب كرة بينية، الله من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ ينجح في المرور، يرفع كرة، الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، الآن فرصتهم للمرتدة، يحاول أن يلعب كرة بينية مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. قدم الخصم هدية مجانية، هل ينجح في المرور؟ ساديو ماني يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. روميز، تغيير جميل للعب. There will be 1 minute added time. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. على الرغم من قبول هدف في مرماهم لكن في رأيي الشخصي لا داعي للخوف لأنه عندهم وقت طويل من أجل العودة. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. السنغال يجب ألا يندفع خوفا من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضا لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب. روميز، ديباي تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. ديباي نعم حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. داني بلين يلعبها قصيرة، ينجح في لعب كرة عرضية. ديباي تلعب الكرة إلى الأمام،
انطلاقة من جهة اليمين معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. كرة للجناح مرت البيرية بشكل فرصة للتسديد. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. تصل الكرة إلى الحارس مباشرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ لمسة بينية. The attendance for this match was 71,550. كرة طولية إلى الأمام. أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. مرت الكرة. يسد. الله على الفرصة، تمر من حارس المرمى لكن القائم يقول لا. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق الآن. Coming on to replace him is number 11. Substitution in progress. كرة من جهة اليمين. بينية إلى ديباي. يلعب العرضية. ساديو ماني. يحاول تمريرها من بين المدافعين. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. هذه فرصة خطيرة، سننتظر. إمكانية مرتدة الآن. هولندا يجري تبديل آخر. Substitutions taking place. يتدخل بنجم، يلعبها ببراءة. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه ان يحذر اي تدخل اخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. كرة تصطدم في القائم، لم يكن محبوبا. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة عرضية، عرضية. فان دايك في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح. وصلت إليه. يلعب كرة على اليسار.
جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. كرة طولية من الحارس يبحث عن المهاجم، فرصة هجوم معاكس، يمر ويلعب كرة بينية، الكرة ملعوبة أرضية، واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. بداية صعبة جدا في هذه البطولة، سيحتاجون إلى أداء مختلف تماما في المباريات القادمة. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه.